ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة نيويورك مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مهدي. أهلا بك وضيوفك الكرام. أستاذ مهدي، يعني بشأن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القمة، برأي حضرتك ما الذي يستهدفه من هذه المشاركة؟ بالطبع مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في قمة العشرين من الأشياء التي يحرص عليها الرئيس الأمريكي وتحرص عليها الإدارة الأمريكية، وذلك للتبادل وجهات النظر، خاصة في يعني عالم مليء بالأحداث، سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو في جنوب شرق آسيا، وخاصة أيضا بعض التغيرات مثل يعني الضغوط الأمريكية على الصين والضغوط الأمريكية واحتمالية خوض حرب مع إيران. فأعتقد أن هذا اللقاء يبشر يعني بنوع من التفاهم المباشر بين القوى العظمى وأيضا بين القوى الاقتصادية العالمية، ليتم التأثير بشكل فعال في أي متغيرات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التفاهمات التي ممكن أن تحدث بين القيادات الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى. يعني أستاذ مهدي، بما حضرتك تحدث عن العلاقات ما بين الولايات المتحدة والصين، برأيك هل اللقاءات التي من الممكن ستعقد خلال هذه القمة أن تقلص وتخفف من حدة التوترات الاقتصادية ما بين البلدين الولايات المتحدة والصين على سبيل المثال؟ بالطبع العلاقة الأمريكية الصينية علاقة معقدة ومتشابكة، وليست من البساطة أن يتم تعقيدها. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من فرض بعض الرسوم وما تتصوره البعض من العقوبات على الصين كان نتيجة أعوام طويلة من يعني الصين تستخدم الأفكار الأمريكية والاختراعات الأمريكية وحقوق النشر الأمريكية، فلذلك جاءت في وقت مناسب. الولايات المتحدة الأمريكية والصين لابد لهما من التوصل إلى حل، لأن كلا من البلدين لا يستطيع التعامل مع بلد آخر، أولا لأن الصين لا تستطيع أن يعني تحول هذا الإنتاج إلى بلد أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للمنتجات الصينية المتميزة، وأقول هنا المتميزة لأن معظم التقنيات العالية جدا سواء في شركات تكنولوجيا أو غيرها يتم تصنيعها في الصين بتكنولوجيا أمريكية، وفي نفس الوقت لا تستطيع الصين من وقف مد أو شراء السندات الأمريكية، والمجتمع الأمريكي اعتمد بشكل كبير على العلاقة مع الصين. أعتقد أن هذه العقوبات هي مسألة تصحيح، وأن الحلول موجودة، لكن هناك بعض العقبات كانت ناجمة عن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من تغيير بعض القوانين الداخلية الصينية، وأيضا تذمر بعض الصينيين مما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن معرفة بالسياسة الأمريكية هي سياسة المفاوضات والتي ستصل إلى حل عاجلا أم آجلا. نعم أستاذ مهدي، يعني أمريكا أكدت أن سيكون هناك خلال هذه القمة اتفاق تاريخي وكبير ما بين الولايات المتحدة والصين، ما المرتقب أو ما المتوقع من هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق بطبعه سيكون اتفاق شراكة تجارية بحتة، إضافة أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما يكون لديها ملفات أخرى للتعامل مع أي دولة. هناك ملفات أخرى غير الملف الاقتصادي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومنها ملف كوريا الشمالية ومنها ملف بحر الصين، فلذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية تجهز نوع من أنواع الحل المتكامل من الناحية الاقتصادية، بما يوفر ويرضي الناخب الأمريكي أولا وأخيرا ويرضي المتعامل الأمريكي. في نفس الوقت لابد من ذكر أن بعض الصادرات الأمريكية مثل الصادرات الزراعية تأثرت، فسيتم تعديل هذه الاتفاقات حتى تتماشى مع مصلحة كلا من البلدين، وأعتقد أن الصين لديها الاستعداد في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن بالذات. نعم، سوف يكون أيضا هناك عدد من اللقاءات التي سوف يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذه القمة، برأي حضرتك بالنسبة للقاء المرتقب ما بين دونالد ترامب وما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما المتوقع من هذا اللقاء؟ أيضا روسيا تمثل قوى يعني تتعاون معها الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الملفات وتختلف في بعض الملفات. أعتقد الشأن السوري سيكون له أولوية كبرى
في هذا اللقاء. روسيا هي من يدير مجريات الأمور بشكل كبير في سوريا، وقد أعربت عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في إخراج إيران من سوريا. أعتقد مرة أخرى أن الملفات بين الولايات المتحدة وروسيا سواء كانت في أوكرانيا أو في سوريا أو في مناطق أخرى ملفات شائكة، وأن اللقاء المباشر بين الرئيس ترامب ورئيس بوتين سيؤتي بثمار، إن لم تكن ثمار يعني على أعلى درجة من الأهمية، ستكون على الأقل بعض الحلول للمشاكل المتعلقة، خاصة مسألة الشرق الأوسط، وأيضا النظر مرة أخرى للعقوبات التي تم تطبيقها من الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا. نعم، برأي حضرتك هل ممكن أن نوصف هذا اللقاء أنه سوف يندرج تحت لقاء سياسي أم لقاء اقتصادي أم الاثنين معا، ولماذا؟ أعتقد أن السياسة لا يمكن فصلها عن الاقتصاد في عالمنا المعاصر. هذا اللقاء لابد أن يكون لقاء سياسي اقتصادي، لأن الاقتصاد الدولي الآن اقتصاد معقد وليس اقتصاد مركزي، فهناك يعني أهمية اقتصادية للعلاقات الروسية الأمريكية والعلاقات الأمريكية الصينية، ومعظم البلدان هناك علاقات اقتصادية بالإضافة إلى العلاقات السياسية. أبعاد هذا اللقاء ستشتمل إلى القضايا المعلقة والقضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط بالدرجة الأولى، من بعدها القضايا الاقتصادية سواء كان التبادل الاقتصادي، وهناك نقطة مهمة جدا خاصة مع روسيا، ألا وهي ما يركز عليها الكونغرس الأمريكي، ألا وهو تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية، سواء بالتأثير من منصات التبادل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي أو من الهجومات الإلكترونية. أعتقد أن هذا سيأخذ حيز من اللقاء حتى وإن كان وراء الكواليس. نعم أستاذ مهدي، يعني لو تحدثنا عن العلاقات المتوترة ما بين تركيا والولايات المتحدة، برأي حضرتك إيه أسباب هذا التوتر؟ في الحقيقة ده موضوع مهم جدا. أسباب هذا التوتر أن تركيا لم تيقن أنها تابع وليس ند. عندما تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية في هناك نوع من الندية. أما بالنسبة لتركيا فأولا تركيا حاولت مرارا وتكرارا التلاعب على جميع الأطراف، مما أفقدها الثقة التامة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع روسيا. محاولة تركيا أن تشتري مجموعة صواريخ الاس 400 مثلا من روسيا، ورفض الولايات المتحدة الأمريكية لها، ورفض الاتحاد الأوروبي ذلك، لأن تركيا تحاول أن تكون من ضمن أوروبا، أدى إلى نوع من الخلل الشديد في هذه العلاقات. ارتماء نظام أردوغان طار في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، ثم طار في أحضان روسيا، ثم التدخل مع إيران خلق نوع من عدم الثقة في هذا النظام كلية، بما أدى إلى أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية قالت بأنها ستقيم عقوبات على تركيا. بالفعل كانت هناك عقوبات سابقة على تركيا عندما حاولت تركيا ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية بالقبض على القس، فتعرضت تركيا إلى ضغطة أمريكية شديدة أدت انهيار العملة التركية. الرئيس الأمريكي هدد بأن استمر تركيا على هذا النهج سيتم تأثير عليها اقتصاديا حتى يقع اقتصادها بالكامل. كما نعلم أن الاقتصاد التركي الآن في حالة متدهورة، مرحلة متدهورة جدا، فلذلك يعني لابد من أن يراعي النظام التركي أنه لا يستطيع أن يتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف كل مكانه. النظام التركي هو نظام تابع كان يعمل لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هناك تخوف مما قامت به أو دور التركي في المنطقة من دعم الإرهاب، والذي ثبت لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية أن تركيا كانت أحد الداعمين للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. محاولة تركيا لدعم الجماعات المتطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وغيرها أيضا من المؤثرات. أعتقد أن العلاقات الأمريكية التركية في مرحلة لم تشهد لها مثيل من قبل في تاريخ تركيا المعاصر، وأعتقد أن هذه التصرفات التركية ستؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم يرتجع النظام التركي.
نعم أستاذ مهدي، يعني بعد فشل تركيا داخليا وأيضا فشل مخططاتها الخارجية، هناك أيضا توتر أمريكي أوروبي تجاه أردوغان. برأي حضرتك ما الذي سيحدث داخل هذه الغرف المغلقة خلال قمة العشرين؟ بالطبع كما نعلم العلاقات الأمريكية الأوروبية من أقوى العلاقات، لا تستطيع أوروبا أن تتخلى عن الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات تتعدى مسألة السياسة والاقتصاد والعروق. الولايات المتحدة الأمريكية بلد مهجر أساسها أصلا من دول أوروبا. أوروبا تعمل عادة بما تتراءى مع مصالحها التي لا تتعارض مع المصالح الأمريكية، وخاصة أكبر دليل عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا، بدأت الشركات الأوروبية مباشرة بالانسحاب من تركيا أو إيران أو أي بلد تفرض عليها الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات، لأنها لا تستطيع أن تحتمل ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وأن تتخلى عن السوق الأمريكي الذي يعتبر أكبر سوق في العالم في لأي دولة على وجه الأرض. لذلك العلاقات الأمريكية الأوروبية علاقات وطيدة، أعتقد أن بدأت بعض الدول الأوروبية فعلا بتطبيق بعض العقوبات على تركيا، بدأت بعض الدول الأوروبية تتعامل بحذر مع تركيا لأن تركيا وصلت إلى مرحلة تهديد الدول الأوروبية بالمهاجرين، وهذه أيضا من الأخطاء الشديدة التي قام بها نظام أردوغان الذي ظن للحظة أنه يستطيع أن يتصرف في العالم كما يشاء له بابتزاز وبضغوط. أعتقد أنه سيندم ندم كبير على هذا، ونتمنى من الله أن لا يقع الشعب التركي تحت طائلة هذه العقوبات، لأن العقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي الذي يعتبر في مرحلة الانهيار. يعني حضرتك دكتور أستاذ مهدي شايف أنه سوف يكون هناك نوع من الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وبين أوروبا لتلجيم أفعال أردوغان؟ بالطبع، ولابد أن نعي ونتكلم كما نتكلم في السياسة في أي شيء مع أوروبا، يعني هي تلعب دور، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بضغط حتى لو توسطت أوروبا تكون لمجرد حفظ بعض العلاقات لمرحلة مؤقتة كما رأينا مع إيران مثلا، لكن لا يمكن أن تخرج دول أوروبا عن السرب الأمريكي وعن التفاعل مع هذه المسألة، خاصة بعدما رأت توتر النظام التركي وبعدما رأت عدم الانتماء سواء كان للمعسكر الغربي أو المعسكر الشرقي، وتهديد تركيا باستيراد أسلحة من روسيا، وأيضا تهديد تركيا للدول الأوروبية بفتح بوابة المهاجرين. أعتقد أن الدول الأوروبية لن تتوانى في فرض عقوبات على تركيا حتى ولو كانت أقل حدة من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا عن كل تلك المعلومات أستاذ مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.